الآن نكرر الهافمان كودينج بشكل مختصر جدا. عندي البروسيجر يتضمن 2 ستيب رئيسية، هي الحصول على الدايجرام ومن ثم التيبل. طبعا التيبل أحضر أني تيبل فارغ بالبداية، تيبل فارغ أملي فقط بالفي مات المسج، وأبقي ذني الحقلين عدد البتات وحقل الكود أبقي فارغات لكل واحدة من ذني المسجات. أجي أسوي الدايجرام، شلون أسوي الدايجرام؟ قلنا جمع وترتيب تنازلي، جمع وترتيب تنازلي، جمع وترتيب تنازلي، لحد ما أوصل للتوتال probability اللي هي واحد. الآن راح أجي أقرأ هذه المسجات، شلون أقرأها؟ من اليسار إلى اليمين. يعني بالنسبة للمسج الأخيرة راح أبدأ من الإكس 6، أول ما راح يلاقيني واحد، فأنزل راح أنزل هنا واحد، هذه نزلت واحد، هنا نزلت واحد بالجدول، أستمر أكمل الروت ماتي أو الباث، الباث راح يمر بهذا السهم، شي يلاقيني؟ راح يلاقيني واحد، إذا أنزل واحد آخر بالجدول ماتي إكس 6، نزلت واحد آخر هنا، راح أكمل الباث مالتي حسب السهم، هذا هو السهم، وين راح يروح؟ راح يروح على الزيرو، فأخلي وراء الواحد أخلي زيرو، بشوف الرايت ليصير من اتجاه اليمين، أكمل أكمل السهم مالتي، راح أشوف أنه راح يجي السهم يدخل على الزيرو، فإذا أنزل زيرو أخرى، زيرو أخرى هنا أنزلها بالجدول، راح استمر حسب السهم، راح السهم مالتي وين يدخل؟ يدخل على زيرو اخرى هنا اللي هي الاخيره، فراح انزل الزيرو الاخيره هنا، صارت عندي 5 بتات بالنسبه للاكس 6. هذه هي الهافمان كودينج باختصار. بالمثال كان المطلب الاول هو الديزاين مال الكود تيب، مال الكود تيبل يعني تصميم هذا الجدول، جدول التشفير، تشفير الرسائل. المطلب الثاني هو إيجاد الكفاءة، كفاءة هذا الإنكودر. الكفاءة قانونه هو المعلومات على الماكسيمم الانفورميشن على الماكسيمم انفورميشن. الانفورميشن احنا نعرفه الـ H هو عبارة عن P log P، مجموع الـ P على log P. أما الـ L كابيتال فهو مجموع الـ L small في الـ B، مجموع الـ L small في الـ B. راح نطبق هذين القاعدتين هنا، يعني بالنسبة للـ L كابيتال راح تساوي لي 1 في 0.4 زائد 2 في 0.25 زائد 3 في 0.15 زائد 4 في 0.1 زائد 5 في 0.07 زائد 5 في 0.03. يعني باختصار الـ L هي عبارة عن مجموع الـ L small في الـ P مال كل واحدة من ذني المسجات، راح أحصل على 2.25 بت لكل مسج. طيب الـ H شلون أستخرجها؟ هي عبارة عن P log P، راح أحصل راح أقول P log الـ 0.4 في log الـ 0.4 زائد 0.25 في log الـ 0.25 زائد 0.15 في log الـ 0.5 زائد الـ 0.1 في log الـ 0.1 وهكذا لحد ما أوصل للمسج الأخيرة. إذن هاتين القاعدتين أطبقهن، الصم مال P log P والصم مال L في الـ P، ولا ما استخرجت هذه القيم راح احصل على الافشنسي انه اقسمهم راح تكون عندي 97.4%. الان هذا المثال يخص الباينري سيستم. طيب لو انتقلنا للتيرنري سيستم، نظام الثلاثي، نفس العمليه نجريها، بس كل ما هنالك احنا هناك كنا نجمع 2 هالمره، لا والله نجمع ايش قد بالباينري، كنا نجمع اخر رسائل رسالتين، هنا راح نجمع آخر ثلاثة رسائل، آخر ثلاث رسائل.
واعتيادي راح يكون عندي مثل ما اتفقنا انه بالترنري الاشارات مالتي راح تكون 0 1 و 2 في حين بالباينري كان عندي فقط 0 و 1. ايضا الملاحظه المهمه جدا هو انه راح تشوف انه راح يساعدك كونفيوز انه ما تقدر تستمر لحد ما توصل للبروبابيلتي اللي هي واحد الا في حاله واحده وانه عندك عدد الرسائل فردي اود. شلون احصل على عدد رسائل فردي اذا كان عندي على سبيل المثال العددها زوجي؟ شلون احولها الى فردي؟ انه اضيف رسائل وهميه دمي مسج، يعني اضيف رساله الاحتماليه مالتها صفر كانه ما سويت شيء، بس بنفس الوقت حققت شرط الاود مثل ما راح نشوف بهذا المثال. يعني رجاء نكون انتبه على المثال لانه المثال هو خير وسيله للشرح، وانما الشرح ممكن واحد ينساه. فبالمثال كان عندي عدد المسجات 6 اللي يتمثل عدد زوجي. اذا حتى اقدر احل هذا المثال اللي هو نفس المثال السابق ولكن بالنظام الثلاثي وليس بالنظام الثنائي، لازم اضمن انه عدد المسجات هو عدد فردي، لذلك انا راح اضيف له رساله اخرى، مسج اخرى راح اضيفها حتى يصير عندي عدد المسجات 7 اللي هو اود نمبر. طبعا حتى ما اثر على النظام لانه هاي المفروض عندي المجموع الكلي واحد، حتى ما اثر على هذا النظام راح يكون البي مات المسج السابعة هو 0، شرط هذا حتى أبقى محافظ على التوتال بروبابيلتي 1. مثل ما اتفقنا الستيب الأولى هي أنه آخر 3 رسائل راح أجمعها، يعني أنا كل ما نالك عندي جمع وترتيب تصاعدي أي تنازلي ما عندي غير شيء. هنا جمعت حصلت على هذه السيكونس الجديدة، حصلت على هذه السيكونس الجديدة. مع الجمع راح أسوي فورورد، إذا صار عندي هنا العدد كان 7 راح يقل بمقدار 2 راح أحصل على 5. كل ما هنالك يعني كل ما أتقدم راح يصير عندي عدد أقل بمقدار 2، فراح أسوي فورورد بقية المسجات كلها فورورد ما عدا آخر 3، ما عدا آخر 3 راح تصير بسهم واحد. الآن عندي 3 مسجات كل بالسهم الثالث المجموع، المسج الأولى أعطيها 0 والمسج الثاني أعطيها إشارة 1 والمسج الأخيرة أتغني الثلاثة النهائيات أعطيها إشارة 2. الآن بنفس الوقت راح أسوي ترتيب تنازلي 0.4 على شيء ومن ثم 0.25، فذني راح يحافظن على الترتيب. ليش؟ لأنه هن أصلا مرتبات ترتيب تنازلي. الآن عندي نفس الستيب راح أكررها جمع وترتيب تنازلي، راح أجمع آخر 3، هذني الثلاثة راح أجمعهن، هذني الثلاثة راح أجمعهن، راح أحصل على 0.15 زائد 0.1 اللي هو 0.25 زائد 0.1 0.35. هاي 0.35 راح اسوي له فورورد على السيكونس الجديده، هذه هي السيكونس الجديده مالتي، يعني نفس الطريقه مال باينري، بس كل ما هنالك راح يصير الجمع 3 مسجات وليس 2 مسج. ورا ما سويت له فورورد قلنا شو نسوي؟ نسوي ديسند اوردر، ترتيب تنازلي. راح اشوف اللي ناتج الجمع 0.35 هو اكبر من 0.25، اذا راح يصير سواب ويا هذا، راح يصير تبديل ويا هذا، فراح يصير عندي الاسهم راح ارسمها، راح ارسمها كروس، هذا السهم كروس ويا هذا حتى يصير عندي ترتيب تنازلي. الان لو جمعت اذن الثلاثة احد من راح احصل على الاحتماليه التوتال بروبابيلتي اللي هي 1.
أما بالنسبة للستيب الأخيرة اللي قلنا عليه read write، يعني أحول الدايجرام إلى تيبل، فهي تبقى نفسها كما كانت في الباينري. يعني على سبيل المثال أريد أن أستخرج كلمة السير للمسج X5 على سبيل المثال، X5 راح أنطلق من اليسار، فراح يصير عندي هذه X5 أول ما يفوت السهم يفوت على الصفر، قلنا لأنه هذه الترانزيشن هي اللي نقرأ بها، ففات على الصفر السهم، راح أجي أنزل صفر مين من جهة اليمين، قرينا من جهة اليسار نكتب من جهة اليمين، أكمل السهم مالتي، هذا هو السهم أكمله، على من راح يفوت هالمرة؟ راح يفوت على الثنين. إذن كان عندي 0 صار عندي 0 2 0، خليته بصفحة 2، أكمل المسار مالتي بالنسبة للإكس 5، راح أشوفه راح يفوت السهم علي من هالمرة، فات على الواحد، هذا الواحد، فصار عندي بصف 0 2 هالمرة 1، فصار عندي الكود الترنري كود الخاص بالمسج إكس 5، يعني كلمة السر أو الشفرة مالتها هي 0 2 1 من جهة اليمين باتجاه اليسار، عدد الديجيت هنا 3، طبعا هذه الحق قلنا يمثل عدد الأرقام، عدد الأرقام هنا عندي 3 أرقام، صار عندي الـ الخاصة بالمسج السادسة 3، وهكذا. إذن هذه عملية الـ read write نفسها تماما كما كانت في الباينري. الآن المطلوب كان بالمثال هو إيجاد الكفاءة. طيب أنا الكفاءة أعرف قانونها، الكفاءة هي حاصل قسمة الانفورميشن على الماكسيمم انفورميشن نعرفها، والانفورميشن هي تعرفوها، الانفورميشن هي عبارة عن الاش تساوي سميشن مال بي لوج بي لكل رسالة. طبعا هذا هنا اللوج كنا استعملناه بالمثال السابق هو لوج 2، حتما راح احصل على الانفورميشن بالبت لكل مسج، بت لكل مسج. اما الال هنا راح احصلها، الال هي صم مال الال سمول في البي، يعني باختصار الاتش راح يساوي 0.4 في لوج 0.4 زائد 0.25 مثل ما قلنا سابقا، زائد 0.25 في اللوج بوينت مال 0.25 زائد ال 0.15 في اللوج مال 0.15 زائد ال 0.1 لوج 0.1 زائد 0.07 لوج 0.07 زائد لوج 0.03 في اللوج مالت ال 0.03، هذه هي ال H وحداتها بت على سكند. أما ال L فهي عبارة عن L small في ال P، راح يصير عندي 1 في البوينت 4 زائد 1 في البوينت 2.5 زائد 2 في البوينت 1.5 وهكذا لحد ما أوصل زائد 3 في البوينت 0.3. وحدات شنية؟ وحدات ال L راح تكون ترنري على مسج. ليش ترنري؟ لأنه هنا عندي هذه النظام ترنري 1 و2 و0، إذن راح يصير عندي وحدات ال L تختلف عن وحدات ال H. حتى أحسب الكفاءة لازم أوحد وحدات، عندي احتمالين، أما أنا أحول الـ H إلى ترنري أو أحول الـ L إلى باينري، بكيفك أي واحدة معدن، بس خلي ببالك أنه دائما في باينري يكون، تخلي ببالك أنه الباينري يكون أصغر من الترنري، هذا 2 هذا 3، الباينري أصغر من الترنري، يعني من أريد أحول الترنري إلى باينري راح يصير الرقم أكبر، راح يصير الرقم أكبر، إذن الإيال راح أضربه في لوج العدد 3 للأساس 2 اللي هو حتما أكبر من الواحد، إذن الرقم راح يكبر عندي، صار عندي بدال الـ 1.45 هذا الإيال راح أضربناه برقم أكبر من الواحد، هاي خليها في بالك لأنه إحساس هندسي، يعني أنا جاي أحول يونت من كبيرة إلى يونت صغيرة،
فصار ترابطها في لوك العدد 3 بالأساس 2. في حين إذا أجا واحد غيرك راد يحول الـ H من باينري إلى تيرنري لازم يصغرها، لازم يضربها في لوك العدد 2 للأساس 3 وليس لوك 3 للأساس 2. إذن هنا وحدنا الوحدات أصبحت كلها بت بير بير مسج، فأقدر أختصر الوحدات وحصل على الكفاءة اللي هي هنا 95.6 95.6. الملاحظة هنا هي أنه كاني أدي نفس الرسائل، استخدمت مرة تيرنري ومرة باينري، هي نفس الرسائل شفرتها الطريقين. طيب هنا طلع عندي 95%، هناك كانت الباينري 97%، إذا أنا حتما أدور على الطريقة الأمثل يعني الكفاءة الأعلى. شنو اللي يحكمني بهذا؟ شلون أنا أختار الباينري أو التيرنري؟ راح نشوف بهذا المثال. المثال ينص على أنه مهندس الاتصالات ممكن يصمم جهاز تشفير باستخدام الباينري أو التيرنري أو العشري، أي نظام كان، شرط أنه يحقق هذه المعادلة. عندها هذا نظام التشفير أو هذا الجهاز راح يحقق كفاءة 100%، يعني راح يضبط المعلومات إلى أبعد حد ممكن، لأنه نحن نحتاج مثلا المعلومات تكون تتشفر قبل ما تنزل على الدي في دي مثلا القرص هذا. فإذا حقق هذا الشرط راح أضمن أنه أني مسوي ضغط للمعلومات بنسبة 100% إلى أبعد حد ممكن. شنو هذا الشرط؟ الشرط أنه يكون احتمالية الإرسال للمسج تساوي مقلوب الباور مالت النظام مالتي، سواء كان ديجيت سواء كان باينري او تيرنري او الى اخره. زين، بمعنى اخر انه المثال يطلب من عندنا يقول اثبت انه الكفاءه لهذه السيكونس هي 100%. هاي السيكونس مين جبناها؟ لانه هو مطينا هذا الشرط، فاحنا قلنا خلنا ناخذ مثال مبسط على الدي، بدال الدي راح اقول 2 يعني نظام باينري، وبدال الار راح اخذ 1 و2، راح اخذ 1 و2 و3 و4 و5 واوقف، ما اقدر اخذ بعد، لانه اذا اخذت بعد اكثر راح تصير عندي توتال بروبابيلتي اكبر من الواحد، وهذا ما ممكن. اذا راح اوقف عند ار يساوي 5 والان هنا والدي هنا تساوي 2. المثال يعني بمختصر مفيد يقول انه اثبت انه الكفاءه مال هذه السيكونس هي 100%، والحل طبعا سهل باستخدام اي طريقه. انت ماخذ الشانون وماخذ الفانو وماخذ الهابمان كود، كيفك اي وحده تستعملها وتطلع من عندها الكفاءه هنا ما محدده. زين، فراح اجي انا على الطريقه السهله اللي هي فانو كود تنص على انه اجيب شو اسمه مالتي، اجيب المسج المطيني اياها بالمثال انزلها كما هي، ومن ثم الستيب الثانيه هو انه اجي اخلي اسهم حسب مركز الثقل، بحيث يكون الثقل مالتي البروبابيلتي فوق السهم مقابل مساوي تقريبا اقل ما يمكن الى الثقل تحت السهم. يعني راح اختار السهم الاول على سبيل المثال، هذا اختاريته رقم 1، هذا السهم الاول، فراح يصير عندي الاحتماليه فوق 0.5، والجو ايضا مجموعه ذني الاحتماليات ايضا 0.5. اذا تذكرون هذا الفانو كود يقول خلي سهم بحيث الاحتماليات فوق قريبه على الاحتماليات الجو. هسه مو مشكله اي وحده اكبر من الثانيه، بس تكون قريبه اقرب شيء على وحده عن الثانيه، يعني عندك بالانس. زين، فخليت السهم الاول وخليت اشاره 0 فوق وجو كلهن واحد، جو كلهن واحد. هسه الاستيب الاخرى راح اخلي سهم ثاني بحيث يقسم لي المسجات اللي ما مقسمها بعد، عندي هاي المسجات كلها ما مقسمه، يعني فقط هذه مقسمة، هذه المسجات كلها مقسمة. إذا راح اختار سهم
ثاني في هذا المكان زين حتى يقسم لي بقية المسجات. ليش اختاريت هنا؟ لأنه هنا عندي صار عندي هذا 25 والبقية الجوة قريبة على 25، يعني هذه 25 وهذه 25 أيضا، فصارت عندي بالانس بين هذه وهذه. فخليت السهم، يعني إذا خليت السهم هنا الثاني راح يختل عندي التوازن، فما راح يصير عندي فوق بوينت، راح يصير عندي فوق بوينت 3.75 وجوه راح يصير عندي بوينت 1، فيختل عندي البالانس. فاختاريت السهم الثاني بهذا المكان بنفس الحالة وبنفس الزمن. من خليت هذا السهم أجي أخلي الإشارات مالتي، قلنا هذا كله نزلناه العمود الأول، راح أنزل العمود الثاني. شكو شيء فوق السهم الجديد راح أخلي له زيرو، خلي زيرو هنا. وشكو شيء جوا السهم، شكو مسج جوا السهم الجديد الثاني أخلي له واحد، خليت له أوحاد. أجي أخلي السهم الثالث حتى أقسم بقية، قلنا تستمر العملية لحد ما تقسم كل المسجات. عندي أذني ثلاث مسجات بعدها ما مقسمات، لازم أقسمهم، فأختار المسج الأخرى هنا. ليش اختاريته هنا؟ لأن هنا عندي 0.152 وهنا من ذني أجمعهن أيضا راح أحصل على 0.125، راح يصير عندي بالانس. يعني إذا خليت السهم الثالث هنا راح أحصل على إيرور، زين؟ فخليته هنا بحيث عندي بالانس بين الفوق وبين الجوة. هسه خليت السهم الثالث هنا، هذا هو السهم الثالث، خليته بهالمكان. راح أجي على العمود الثالث، شكو مسج فوق أخلي لها زيرو، أقصد بيها المسجات الما مقسمة فقط. إذا نجي المسجات المقسمة حروف بعد نساهم لأنه مقسمات، بس هذه ما مقسمة. فشكو مسج فوق السهم الثالث راح أجي أخلي لها الإشارة زيرو، وشكو مسج فوق هذه السهم الثالث بعد ما مقسمة أخلي لها واحد. يعني المسجات الجوة خليت لها واحد بالعمود الثالث، زين. هسه أجي حتى راح أضاوع الجدول حتى يكمل، راح أشوف أنه هذه المسجات الثنين X2 X4 X5 بعد ما مقسمات، وطريقة الفانون تقول المفروض تستمر لحد ما تقسم جميع المسجات. فأجي أختار السهم الأخير، السهم الأخير الرابع ما ممكن أخليه بغير مكان، لأنه بس لني عدي بعد، لأن مباشرة أخليه بدون تفكير أخليه هنا. راح يصير عدي هذا هو السهم الثالث الرابع، شكو شيء فوق السهم الرابع ما مقسم راح أخليه لإشارة زيرو، وشكو شيء جوا السهم المسجات جوا السهم راح أخليه لها واحد. فراح يصير عدي هذا هو الجدول مالتي، هذا الجدول مالتي. طيب وبال شو اسمه بالمثال يقول اثبت سواء احنا هذا الحكي، هذا الحكي مو يمنا لانه هذا باعتبار احنا ما اخذينه فانون، مفروض هذا الجدول مباشرة ننزله. هسه بالمثال يقول اثبت انه كفاءة هذه السيكونس 100%، وقلنا هذه الشغلة سهلة لانه قبل هذا راح اجي ال L هي عبارة عن ال P في ال L small، مجموع ال P في ال L small. فراح اجي اقول البي الأولى 0.5 والإير مالتها واحد، زائد البي الثانية ربع والإير مالتها اثنين، صار عندي ربع زائد واحد، ربع في اثنين، زائد 0.125 في ثلاثة، زائد 0.06 في الأربعة، زائد 0.06 في الأربعة، لحد ما أحصل على إير هي عبارة عن 1.8 بت على كل مسج. بالنسبة للإنتروبي هذه هسه ماكسيمم انفورميشن. بالنسبة للإنفورميشن الإتش هي عبارة عن بي لوج البي، راح يصير عندي 0.5 لوج 0.5 زائد 0.25 لوج 0.25 زائد 0.12 لوج 0.12 زائد 0.06 في اللوج 0.06 زائد 0.06 في اللوج 0.06 راح احصل على ال H. راح اشوف ال H هي نفسها ال L تساوي. ليش؟ لانه عندي هذا الشرط جاي يتحقق عندي مال الباور مال اللوج 2. اذا راح يصير عندي الافشنسي هي عباره عن حاصل قسمه كميتين متساويه، راح احصل على 100%، راح احصل على 100%.
طبعا بالحقيقة هذه النتيجة ما أجت صدفة، وإنما جت لأنه السيكونس اللي إحنا اللي إحنا عندنا بالمثال هي تحقق هذا الشرط، تحقق هذا الشرط. إذن أي إنكودر تكون الانبوت مالته السيكونس مالت الانبوت بترتيبها يحقق هذا الشرط، الاحتماليات مالتها تحقق هذا الشرط، إذن حتما راح أنا أحصل على كفاءة 100، راح أحصل على كفاءة 100%. يعني هنا هسه لو غيرنا هسه هذا الحكي بالنسبة للباينري. طيب لو انتقلنا للتيرنري راح نشوفه أيضا 100% كفاءة مالتش وقت لما يحقق نفس الشرط. يعني لو أخذنا هذه السيكونس على سبيل المثال، أرجو أن تحاولون بيها، يعني عندك كهومورك تحاول هذه السيكونس، هذه سيكونس تيرنري وتحقق الشرط أعلى، يعني مقلوب الباور ماتل دي، هذه السيكونس هي عبارة عن مقلوب الباور ماتل دي، راح أشوفها أيضا تحصل على 100%. إذن القضية مو قضية استعمل التيرنري أو باينري، لا، وإنما القضية هي عندي كونديشن أنه البي تساوي مقلوب الباور ما تدي، عندها راح تكون الاحتمالية حتما 100%. طيب الآن أنت كمهندس كهرباء طلب من عندك تصميم جهاز تشفير انكودر، كانت الانبوت مالته عبارة عن تو سمبل رموز، عندي اثنين اكس واحد واكس تو، الاحتماليات مالتها متطرفة، يعني واحدة عالية جدا وواحدة كلش قليلة، زين، ايضا ممكن تكون ثلاث مسجات متباينة تباين كبير بين 0.9 وبين 0.02. يعني بالحالة إذا جيت استعملت الطرق الثلاثة مباشرة اللي نعرفها شانون والفانو والهافمان، إذا استعملتها مثلا خلينا نستعمل الهافمان حتى نطلع الكفاءة مال هذه الانكودر، يعني انكودر بيها الانبوت مالته هو X1 X2 راح أحصل على هذا الجدول، يعني الكود مات الاكس واحد هو عبارة عن زيرو والكود مات الاكس دو هو عبارة عن ون، جدول بسيط جدا. من اجي احسب له الكفاءة راح اشوف انه الال اللي هي قلنا عليها ال عبارة عن ال سمول في الـ في الـ في البي، يعني راح يصير عندي 0.9 في عدد الديجيت مالتها واحد زائد 0.1 في عدد الديجيت مالتها واحد راح احصل على واحد. هذه زين ال H اللي هي P log P راح أضرب 0.9 في اللوج 0.9 زائد 0.1 في اللوج 0.1 راح أحصل على 0.469. هذه هي عبارة عن ال information والmaximum information، راح أحصل نعدها الكفاءة من القسمة راح تطلع 46.9، كفاءة جدا قليلة. طيب هنا شنو المناورة اللي أقدر أسويها حتى أحسن كفاءة هذا الانكودر؟ سابقا شفنا إنه إذا تحكمنا بدي خليناها تحقق الشرط مات البي تساوي مقلوب الباور مات الدي، راح نغير الكفاءة ممكن نحسنها، يعني بحيث تتوالم مع الانبوت سيكونس، لأنه رجاء أن هذا الانبوت سيكونس هذا مو إحنا مو بيدينا، وإنما هو يجينا تحصيل حاصل كإنبوت للإنكودر. أما الإنكودر ديزاين مالته فهو عندك أنت كمهندس، أنت تصمم الإنكودر، هذه الإنبوت مالت الإنكودر. ممكن أنا أتحكم بدي حتى أغير، يعني أستعمل باينري مرة أستعمل تيرنري أو نظام آخر حتى أرفع الكفاءة. هنا المناورة ممكن أنا أسوي سورس إكستنشن اللي نقول عليها تمديد البيانات، يعني أسوي الرموز مالتي أطول الرموز مالتي، كيف؟ مثل ما راح نشوف. يعني إذا فكرنا أنه نغير بدل ما ناخذ كل رمز من ذني الرموز عبارة عن رسالة، يعني راح يصير عندي simple per message، لا أسوي two simple per message، يعني
راح أجمع أكثر من سمبل وحدة حتى أشكل بيها رمز. المهم أنه تخلي الشرط عندك أنه التوتال probability واحد، هنا كانت 0.9 و 0.1 فما أقدر أستخدم أكثر بعد، بس X1 X2 راح يصير عندي 0.1. طيب إذا جمعت اثنين خليت واحدة بصف الثانية، هذه سمبل وهذه سمبل حتى أسوي من عندها مسج وحدة، إيش راح يصير عندي احتماليات؟ يعني لو فكرت في هذا الاتجاه راح يصير عندي الجدول التالي، هذا هو الانبوت مالتي، راح يصير عندي هذا هو الانبوت مالتي، يعني بدل x1 x2 راح يصير عندي x11 x1 x12 x21 x22. ليش؟ لانه من اجمع ذني كلهن راح احصل على الاحتماليه الكليه اللي هي الواحد. اذا هذه مناوره ثانيه اللي سميناها تمديد البيانات او تمديد السورس اكستنشن. ممكن هذه المناوره ايضا اتحكم بها من خلالها اتحكم بالافشنسي مال جهاز التشفير. يعني راح يصير عندي المسج هذه راح يصير الاحتماليه مالتها، طبعا هو هذه بصراحه هو ما مطيناها، هذه ما مطيناها بالمثال. بالمثال مطينا 0.9 و0.1، شلون احسبها؟ لاني من خلال قانون الـ joint probability، يعني لما يكون عندي joint راح يصير عندي احتمالية مال هذه المسج هي احتمالية السمبل الأول في احتمالية السمبل الثاني. بما أنه أنا عندي 1.1 راح يصير عندي 0.9 في 0.9 اللي هي 0.8.81. زين المسج الثانية هي راح تكون X12، راح يصير عندي 0.9 في 0.1 والناتج هو 0.09. المسج الثالثة راح تكون X21 راح تكون أيضا 0.1 في 0.9 وأيضا أحصل من عندها 0.09. الاحتمال الآخر الأخير ما عندي غيره بعد، لأنه صراحة ويا هاي راح يصير المجموع راح يصير واحد وما أقدر أتعداه أنا. زين فالاحتمال الأخير هو أنه عندي السمبل الثانية مع نفسها أشكل من عندها مسج، شلون؟ راح يصير عندي X22 اللي هي 0.1 في 0.1 والناتج 0.01. هسه راح أجي أطبق أي قاعدة أي طريقة من الطرق الثلاثة الماضية حتى أشوف نتيجة هذه التجربة. أنا سويت تجربة غيرت ترتيب المسجات، يعني بدل ما عندي 2 مسج زيدت عدد المسجات مع تقليل الاحتمالية لكل مسج. اوكي شلون طريقة السورس اكستنشن؟ خلينا نطبق طريقة الهافمان كود. زين الهافمان كود جمع اخر اثنين واعادة الترتيب، جمع اخر اثنين واعادة الترتيب لحد ما اوصل الى واحد مثل ما قلنا سابقا. هسه من سويت الدايجرام يبقى عندي الجدول جدا سهل، هو انه اسوي طريقه الريد رايت، الريد من اليسار والرايت من اليمين. هذه بالنسبه للمسج الاولى هي عباره عن راح امشي بهذا الباث ماتي، هذا السهم الاول، السهم وين اوصل للترانزيشن؟ هذا الترانزيشن الاول، فصار عندي يعني امشي بهذا في المسار وين يصير عندي ترانزيشن انا اسوي رايت. وصلت الى هذا الترانزيشن السهم فات على زيرو فخليت زيرو، بعد ما عندي غير شيء لانه وصلت الواحد خلاص المسج الاولى انتهت. المسج الثانيه ابدا بها، هذه هي المسج الثانيه راح امشي بها ويا السهم ويا السهم، كل ما يلاقيني ترانزيشن اسوي رايت. فهنا راح اسوي دخل السهم على الواحد، سويت رايت على الواحد، استمر بالسهم راح يدخل على الترانزيشن الثاني وين؟ بالاشاره واحد، فهذه هي الاشاره الثانيه صار عندي 1 1. بالنسبه للمسج الثالثه راح ابدا من عندها ويا الباث مالتي، شو وقت ما يصير عندي ترانزيشن اسجله، هذا الترانزيشن مالتي الاول زيرو فأسجل زيرو، أستمر ويا السهم صار عندي 1 أسجل
العفو هنا كان عندي ترانزيشن هنا هذا لم سجلي فلازم نسجل هذا اول مره هذا كان عندي ترانزيشن هنا زين لانه انا جمعت اذني اثنين وحولتهم الى مسج واحده فصار عندي 0 0 هذا 0 هذا 0 1 وهذا ال1 الاخيره كذلك الحال بالنسبه للمسج الاخيره اول ترانزيشن واحد لانه هنا عندي خط عمودي مال الجمع ذني زين هسه نوخر هاي تبين عندنا اكثر خلينا نوخر ذني حتى تبين عندنا اوضح زين اذا هذه عندي ترانزيشن هنا لانه ذني جمعناهن زين فصار عندي هذه هي الاشاره الاولى واحد انزلها نزلها من جهه اليمين استمر راح يصير عندي هنا اشاره 0 زين بالانتقال الثاني انزل 0 استمر بهذا من هذا الزيرو واستمر وصلت للانتقال الثالث زين الاشاره هي 1 انزل الواحد وخلاص انتهيت لانه وصلت للتوتال بروبابيلتي طيب هنا هسه كملنا الجدول من اجي احسب الافشنسي بنفس الطريقه السابقه راح اشوف ايش قد مقدارها الافشنسي هنا 72% شوف ايش قد صار عندي فرق يعني هذه المناوره وهذه التجربه فادتني من 47 الى من 45 الى 72% زيدت الكفاءه بمقدار كبير جدا يعني هي عندي نفس السنبط مالتي اكس 1 واكس 2 قدرت اعيد الترتيب مالته بطريقه السورس اكستنشن ممكن اني ايضا اغير عدد السمبلات بكل مسج يعني اسوي الجروب مالتي ثلاث سمبلات لكل مسج راح اشوف تصير عندي جدول بهذا الترتيب هذا اني عندي هذا منين حصلته هذه حصلته من قانون الجوينت بروبابيلتي يعني اضرب ال 0.9 في نفسه اضربها ثلاث مرات احصل هذه طيب اضرب ال 0.9 في نفسه مرتين وبعدين في 0.1 احصل هذه وهكذا بالنسبه للبقيه يعني راح يصير عندي الجروب مالتي كل واحد في ثلاث سمبلات كل جروب في ثلاث سمبلات من اجي الخطوه الاولى باي وحده من الطرق الثلاثه اللي عندنا احنا من اجي احسب الجدول مالتي قلنا اول خطوه هي ترتيب تنازلي راح ارتبها تنازلي زين ارتبها تنازلي ومن ثم اطبق بقيه ستيب مالت الهوفمان كود على سبيل المثال راح يصير عندي كما يلي هذا هو الدايجرام مالتي هذا هو الدايجرام مالتي يعني عندي جمع وترتيب تنازلي ومن ثم جمع اخر اثنين وترتيب تنازلي لحد ما اوصل للتوتال بروبابيلتي راح احصل على هذا الجدول بنفس الطرق السابقه بالامثله السابقه راح اشوف انه الكفاءه زادت عندي هالمره صارت 86 بدال 72 اذا لما زيدنا عدد السمبل بكل مسج سوينا اكستنشن اكثر توسع للبيانات اكثر هي نفس البيانات بس سويت لها جروبنج بطريقه او اخرى حصلت على كفاءه اعلى اذا هذه هي المناوره الثانيه اللي ممكن استعملها في زياده كفاءه الانكودر مالتي